المناطق النائية والتجمعات السكانية البسيطة، وبالتحديد في الجهة الغربية من مدينة تعز والمحررة منها، لاقت هي الأخرى نصيبا وافرا من العبث والتدمير، العبث الذي قضى على بصيص الأمل الذي سيمكنها من اللحاق بركب التحضر الذي يبعدها أمتارا عدة. هذه المدرسة هي أحد النماذج التدميرية لأعمال مشابهة. أسفل جبل صبر، وبالتحديد بالجهة الشمالية الغربية منه، تقع منطقة حبيل سلمان، منطقة بالرغم من كونها نائية جدا وبتركيبة سكانية بسيطة وحياة متواضعة، إلا أنها لم تسلم من أيادي العبث الميليشياوي التي امتدت إليها بكل قسوة، مستندة بذلك إلى كونها المتحكم الرئيس بالمدخل الشمالي لقرى مديرية مشرع وحدنان، ومحاذاتها المباشرة لجامعة تعز من الجهة الجنوبية، وبسيطرتها عليها استطاعت تأمين تواجدها في مبنى الجامعة والتحكم بمئات القرى في سفح جبل صبر. طبعا منطقة حبيل سلمان كانت منطقة آمنة، يمارس الناس حياتهم الطبيعية فيها، إلى أن أتى تلك الميليشيات الانقلابية، ميليشيات الحوثي الرافضة، وبدأوا يسيطروا على بعض الأماكن ذات استراتيجية مهمة مثل تبة الخوعة، وقاموا بعد ذلك بإيذاء الناس وإيذاء المواطنين. أيضا امتدت سيطرتهم على الجامعة، دخلوا بدو وقاموا من باب الجامعة ودخلوا لهنا وقصوا هنا، وبعد كانوا يخرجوا خارج المدرسة هنا للتبة ديك، ومشوا آخر الليل دخلت القرية يقصوا دخلوا خارج بدا هذا القرية، ساعة كنا نضربوا رصاص بالليل وبالنهار، ولا تبادي اللي بصينة. الجامعة هي كانت ثكنة عسكرية لهم كامل، لا مع إنه المنطقة واسع كبير ونفس ومسمو سيطروا على الجامعة، ولذلك كان حماية الجامعة هي المدرسة. قصوا طبعاً فوق احتمال شهر من المدرسة، كانوا طبعاً ينزلوا المقاومة من فوق من الجبال يعملوا هجمة، فقالوا استبعوا هجمة، هجمهم يطلعون يهجموا الناس كلش يعني، وبدأوا بمضايقة الناس حتى أنهم كانوا يمنعوهم من إدخال المواد الغذائية وضيقوا على الناس معيشتهم، لأنه موقع حساس علشان يقطعوا المواد على صبر من داخل الحبيل، إنما في إلا طريق هنا وطريق هناك، قطعوا عليهم الطريق من هناك والطريق اللي هنا، لا كان لا سيارة تطلع ولا سيارة تنزل، مع كانوا المواطنين اللي فوق إيداهم فوق الظهور حقان تدخلنا من دخلت برجشة لا دخلت صبر. حين نفذت ميليشيا صالح والحوثي حصارها المطبق على مدينة تعز واستحدثت آنذاك معبر الدحي، كانت منطقة حبيل سلمان الشاهد الأبرز على ممارسات تلك الميليشيا التي انتهكت الحقوق والحريات وعبثت بكرامة البشر دون مراعاة شيخ كبير أو طفل عليل ولا امرأة مكلومة. تواجهوا تهتكوا الحريم، أخص حاجة هذه على العار الكبير لما كانوا تواجهوا تهتكوا الحريم وانا شلوا عليهم، لا بمع مواد غذائية تروح بهم في روح بالعيال اللي أكلوا ولا أي حاجة، يواجهوا هناك نتلون هنا وبهذلوا بهم بهذلة، وكان يرقدون بداخل برباشة، يرقدون بداخل بنان اللي يدخلون برباشة مع قبيلة يرجعين، يدخلون لا داخل المدينة مع يرقدون بداخل المدينة، واللي يخرج من المدينة يرقدون بداخل برباشة، كان بهذلة وعار على الشعب كامل.
لا قبل الله ولا رسوله عملوا الحيتان الحوتان. أمام هذه الأحداث أراد أبناء هذا المكان بأن تكون منطقتهم نافذة أمل تمر من عبرها قوافل الدواء والماء والغذاء، لكن ذلك الأمل تبدد حين علمت ميليشيا الإنقلاب بالأمر وذهبت لاستحداث نقطة تحكم وحصار أخرى مارست فيها نفس الدور والمهمة. كان دخول المواد الغذائية تدخل عبر هذه المنطقة لأنه هناك كان جهة الدحي كان محاصر، ولما شافوا انه في يعني ناس يمدوا المدينه بالمواد الغذائيه بس ما حاصروا المنطقه ومنعوا بعد الدخول والخروج من هذه المنطقه علشان محاصره للمدينه. كان معهم نقاط ايضا بسائله بعقاقه، ومعهم ايضا معبر كان عند الكلية الطب، كانوا يمنعوا أي دخول مواد غذائية نهائياً بحجة تنشط صليب الدواعش. كانوا الناس بالقبل يضطروا يهربوا تهريب. مسكوا نقطة هنا وكان ما يخلوش حاجة يدخل عندنا، لا أكل ولا شرب ولا شيء، حتى احنا معانا يعني قولنا دقيق ولا شيء نهرب بتهريب بالحمير رجعنا. وأي حاجة احنا نشي حاجة يعني رجعنا مشي معه، خلونا احنا نمشي يقطع الطريق كل شيء. معاناة الناس كانت معاناة بصراحة شديدة جداً. يعني كان كيلو الطماط يفتشوا ويقولوا هذا زائد عن حدك، أنت ستقوم بتهريبه للدواعش. فعانوا الناس معاناة غير عادية. مدرسة الشيخ إبراهيم عقيل هي الواجهة التعليمية الوحيدة في المنطقة والمناطق المجاورة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 طالب وطالبة. كانت لهذه المدرسة مع آلة التدمير الميليشياوية قصة وحكاية بدأت فصولها حين تمركزت عناصرها في مباني الجامعة، ولكي تؤمن ذلك التمركز وقدرتها على السيطرة النارية على المنطقة ذهبت إلى تبني عملية تفخيخ للمدرسة وتفجيرها بشكل أدى إلى نسف المبنى بالكامل وتسويته بالأرض. كما أنهم أعداء للإنسانية كذلك هم أعداء للتعليم، وهذه المدرسة شاهدة على جرمهم حيث قاموا بتفخيخها بالألغام وتفجيرها بكل دم بارد. هذه المدرسة كانت أمل للمنطقة، بنيت بعد معاناة وبعد مطالب كثيرة سنتين من بنائها وقاموا بهدمها بدقيقتين بزرعهم للألغام. بعد المدرسة مدرس نابش اللي اختبرنا به اختبار فقط، طلعنا قبل صابر قسينا سنة. المدرسة لغم تلغيم قدام حجم الثاني ضربوا له تلغيم مرة حبي فجروا بكامل بحقق، واهية بعيدة حتى عن المنطق أنها تحجب الرؤية عنهم لما سيأتي من أفراد المقاومة من الجبال. لما كانت منطقة تماس ما بين المقاومة وما بين الميليشيات، علشان يشوف المواطنين اللي شذلوا من هناك يقنصوا، ما جاء من سيارة قنصة، ما جاء من مواطن قنصة، حتى صاحب القبن قاكن لا حدث هناك ماشين قنصوه فوق القبن، وش دخل من بسطان مدينة القبن قنصوه أنه واحدة من عند من داخل الصبر كانت هناك بس السيارة قنصة منه واحدة قاب من الربح كان عادو كان بداخلت الكرامة ابنه تعور من ذريب أخوه وروح لهنا لعند بيت هذيك قنصوه ما خلوش حتى يوصل بيت حقه، عاد بيدو بس مصرف لعياله. قاموا بضربه عشان انه يعني يفقد لنا الامل، كان شفت ان احنا نتعلم شتو الحين خراب والدمار لبلادنا لارضنا. هدف آخر وهو الهدف الميليشياوي السائد من خلال مشروعها التدميري في مدينة تعز تمثل بنسف وتدمير منابع العلم والثقافة بكل مرافقها وإفساد العملية التعليمية برمتها، أملا في خلق جيل مشوه يتسم بالتبعية والولاء لها. والمنظور في أغلب المرافق التعليمية
يؤكد صدق ما يرمون لتنفيذه وما نرمي لتوضيحه. الحوثيين أرادوا تدمير كل شيء جميل داخل تعز، من مدارس، من منازل، من جامعة، من أي حاجة جميل وأي حاجة ليه أثر على على المواطنين، مثلا بالتعليم، بالصحة، بس ما يعني معناته ايش يهدمونا ايش ياخذوا عليه. هذا الدليل على انهم يريدوا ان يبقى الشباب، يريدوا ان يبقى المجتمع مجهل ليسهل قيادتهم الى ما يريدونه من اهداف ومخططات. بعد أن نسفت الميليشيا الإنقلابية المدرسة، أصبحت منطقة حبيل سلمان بكل مبانيها وعلى طول امتدادها واضحة للعيان أمام قناصيها المتمركزين في مباني الجامعة، الذين بدورهم صبوا جام غضبهم بطريقة مباشرة على السكان وعلى منازلهم. نزح أغلبهم من هول ذلك الجور، ومن تبقى دفع ثمنا باهظا، والحصيلة 25 قتيلا ومئات الجرحى، أغلبهم أصيبوا بإعاقات دائمة. بالدبابة يضربوا على بيوت المواطنين، يعني معناته لكل بيت. كانوا من هذا المغرب من عصر طلع ما يقفلوا مع قدروا يشخرقوا مع، كانوا صلوا العشاء المغرب مع بعض يجمعوا أنهم قصرا وجمعا حسب الله هم مسافرين، ولا كانوا يقرأوا يخرجوا من عصر طلع ولا يخرجوا على البيت نهائيا، من دخل بيته ما خرج. ما تقدرش ولع ضوء، يعني الناس كلهم داخل بيوتهم، لا يولع ضوء، لا يتحرك، لا يخرج، ولا يجي اي مكان داخل بيته لا صباح. تخيل الأسرة آمن داخل بيته ويقنص داخل البيت، يقنص الحرمة، يقنص الشاب، الشباب، الجاهل، العجوز. أخواتي اثنين، واحد قميص هنا جتبوه حبة بالرأس، جلس 12 يوم بمستشفى الثورة، عمره 8 سنوات، بصف ثاني، مات، توفي. وأخي الثاني كان يعني يخرج من هذا القذائف، كان يحطني كده لين طالع بيتنا، جلس جابوا كبد، جلس تفجع، دخل المستشفى جلس 20 نهار، مات سبب ميليشيا الحوثي. الحمد لله إن شاء الله شغال هون ربي من أهل الجنة، هم أطفال أبرياء ما ذنبهمش حاجة. خلاف كانوا مصلين حين العرض للجبال، وحين العرض للبيوت، وحين العرض ناس، وحين يعني ماتوا منهم كثير من عندنا أيام الحرب، أكثر من 25 نفر حالة القنص. أعدم الفرحة في قلوب كثير من الشباب، في قلوب كثير من الآباء والأمهات، الذين كانوا يتوقعون من أبنائهم أنهم سيكونوا بناة للمستقبل، وإذا بهم يتواروا في الثرى بسبب ظلم تلك الميليشيات. الحاج علي مهيوب أحد النماذج الحية على الجرم الميليشياوي المقترف بحق سكان هذه المنطقة. جرحه غائر وإعاقته دائمة، وقصة إصابته في عقر داره مؤلمة جدا. نزح بأسرته بعيدا وعاد ليلملم أغراضه، ولم يشفع له كبر سنه أمام رصاصة قناص يتربص به. ضربوني قاسي، انا قاسي بمكان بالغرفة عليه حقي، وانا كانوا يضربوا قدام، يضربوا من هون من دخلت الجامعة، وانا بالدور الثاني يضربوا ضرب، لما وصلوا هنا ضرب الركبة حقي اللي قنص قاسي من دخلت الجامعة، ضرب الركبة حقي ما اقدر كوش احرق، خرجوا الساعة 11:30 قدام الظهر، الساعة 11:30 وانا قاعد زفكم، فبعدين كانوا بالدور الثاني خازق للدور اللي تحت، كان غدرة ولا تقول لي استراحة، بقى يكون زفلا قدام الظهر الساعة 11:30،
الواقع كروزيش الساعة 11:30 خرج كل عند واحدة كقارين أسعفونا بموتور صميل وقفوكه وعلى الكرامة صميل وقدناس بعدنا كان يضرب واصل. كنكم معلم كنكم صراحة طلب الله بكرة طلب الله العيال اشتغل وعيش عيالي كل حاجة خلاص الآن لا أقدر لا سير ولا أطير بعد أن من البيت لا لا مسموح من البيت لداخل ولا يمشي لي كلا هنا لا برباشة بس ورقع ولا أقدر أن أسوي أي حركة ولا أي عمل معي. عام وتسعة أشهر أحكمت فيها ميليشيا الانقلاب قبضتها على عنق منطقة حبيل سلمان، وحين أفلتت منها تكشف حجم الوجع الذي مارسته في أفيائها، وعاد الأمل بالحياة يدب في أوصالها. 900 طالب وطالبة عادوا لمرفأ الذكريات في رحاب مدرستهم المدمرة، متحدين واقع الألم والدمار معاً، ويتزاحمون في بقعة ضوء تشع لمستقبلهم علما وأمل في وضع لا زال محفوفا بالمخاطر. نعاني من تفجير المبنى، نعاني من نخاف على الطلاب من هذه الغام في أماكن وراء المدرسة، احنا مشاككين فيها انه فيها الغام في أماكن ايضا خلف بلقيها هذه بجمس وراء الجامعة احنا شاككين منه، وطبعا اثر علينا كثير. تفجير المبنى اثر علينا طبعا، نقص الفصول الدراسيه، كزحمه الطلاب داخل الفصول، عدم وجود اماكن للمدرسين للاستراحه ولا الاداره ولا المخازن للكتب، طبعا هذه كله معناته كان له تاثير كبير سلبي على العمليه التعليميه. اصبح الطلاب يعانوا معاناه غير عاديه، اضطرينا الى ان نعمل المدرسه فترتين صباحيه ومسائيه. فقدنا طلاب كانوا عندنا هنا بالمدرسة، في معنا طالب كان ندرس ثالث ثانوي وكمل الاختبار، اختبرنا بمدرسة الرحمة وغاقة وروح لهنا عند واحد صاحبه هنا تحت قليل جنب الجامعة ويقنصنا من هذا الجبل اللي هنا الحوثيين. أثر حتى على نفسية الطلاب اللي كانوا يدرسون هون اللي هم يختبروهم هم الطالب هذا، وأثر على نفسيتنا جميعا كمدرسين كإدارة، لما يكون طالب معك مستمر ويدرس ويسمع ويجي وقت من الأوقات خلك قنص النوع بسبب أنه كان معه مترشق زي على شنزل والباشا. مش نتعلم مش ندرس مش نطلع يعني على أنفسنا أن احنا متفوقين، يعني ايش تدمرنا ودمروا حياتنا. واقع الحياة في منطقة حبيل سلمان لا تختلف كثيرا عن واقع كل المناطق التي مرت من خلالها ميليشيا صالح والحوثي. كون المنهجية التي قدمت من أجلها واحدة، وأدوات الموت والدمار التي ورثتها مشتركة، فما من مكان أجبرت على الخروج منه إلا وزرعت مساحاته بعبوات ناسفة وألغام موقوتة. والشاهد هنا في هذه المنطقة أن المساحات التي زرعت بالألغام لا زالت واسعة، وخطرها يتهدد السكان وأطفالهم في كل لحظة. الألغام زرعوها في كل مكان، غيرهم يزرع الورود، يزرع الأشجار ليستظل الناس ويستفيد، لكننا وجدنا أنهم زرعوا الألغام لإبادة البشر. ألغام في مناطق يعلمون أنهم سيمر من خلالها مواطنين، سيمر من خلالها حيواناتهم، وإذا بهم يزرعوها بكل حقد، يزرعوها زرع عشوائي من غير مخطط لهم. يعني تخيل معي، في أحد الفصول قاموا بوضع لغم تحت فرش كان موجود داخل الفصل،
رحمة الله سبحانه وتعالى لم تجعل أحد من الشباب أو من أحد من أبناء المنطقة يدخل بعدما أن خرجوا. دخل أعزك الله حيوان كلب، فإذا باللغم ينفجر به. الألغام حتى في الساحة عندما مسحت انفجر أحد الألغام عندما كان الشيوال يقوم بمسح الساحة خوفا على الطلاب. اضطرينا أننا نعمل حول المدرسة من الجهتين جدار عازل لعلك تراه هناك، خوفا من أن يمشي الطلاب خلف المبنى ويكون ربما فيه ألغام. كان من ضمن أهدافهم هو أنهم يدمروا تعز، لكن لأن تعز رفضت بقائهم، رفضت أن ترضخ لإذلالهم، رفضت أن ترضخ لمشروعهم، لذلك قاموا بالانتقام منها، لغموا طرقاتها، حاصروا مدنها، لا يوجد إلا منفذ وحيد فقط، بقية المنافذ مسدودة أمام المواطنين. لا يمر يوم إلا وشيخ يقنص أو شاب يتفجر فيه عبوة ناسفة أو قذيفة تسقط في مكان. ما رحموا شيخ ولا شاب ولا طفل، الكل مستهدف عند هؤلاء الميليشيات. حقد دفين وجرح غائر تركته ميليشيا الحوثي وصالح في كل شبر مرت من خلاله. والمعروض هنا يوحي بأنه لا زال هناك تفاصيل جديدة وفي مناطق عديدة.